بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من أهمية إحياء يوم التاسع من ذي الحجة وضرورة أن يكون هذا اليوم يوما يشترك فيه مضمون الحج التناسكي مع مضمونه السياسي والعملي، وتلبية لدعوة الإسلام الحنيف الذي جعل فريضة الحج عبادية وتربوية وسياسية واجتماعية يخرج منها المسلم طاهر النفس تائبا وملبيا لنداء الله سبحانه ونداء أوليائه ونداء الإسلام والشرع على المستوى الشخصي والاجتماعي. فإننا ندعو شعبنا المقاوم الأبي لتجديد العهد مع نهج الممانعة والبراءة من أمريكا وأذنابها عبر الاستعداد والمشاركة الفاعلة في الفعالية الإيمانية السياسية ليوم البراءة المصادف 9 من ذي الحجة تحت شعار البراءة من أمريكا وأذنابها. وإن شعبنا المناضل والمضحي ليحيي هذا اليوم تأكيداً على استقلال الحركة السياسية والوطنية في البحرين عن الإرادة الأمريكية التي تناقض مصالحها مصالح الشعب وتعاليم الإسلام ومنهجه العام. وإن إحياء يوم البراءة سيساهم في خلق حالة عامة من الوعي السياسي لقطع دابر السياسات الأمريكية في بلدنا، والتي لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا وجدت موطئ قدم وتأييد أو محاباة لدى النخبة السياسية وبعض الشرائح الشعبية. تأتي مسيرات وفعالية البراءة من أمريكا في هذه السنة مع أهمية خاصة بسبب التصعيد الأمريكي في منطقتنا ضد حزب الله وسوريا، واستمرار الأمريكيين والغربيين في دعم الجهود المضادة لثورات الشعوب ودعم الأنظمة الدكتاتورية العميلة لقوى الاستكبار. سوف يخرج شعبنا في 9 من ذي الحجة وفي فعالية رجال صدقوا ليصرخ في وجه الأنظمة الاستكبارية وسفاراتها التي عادت شعبنا ومصالحه ودعمت النظام الفاقد للشرعية بالمال والسلاح والسياسة والأمن، ليعلن البراءة منها ومن التحالف معها والاستجابة لخداعها وترغيبها أو تهديدها، وليعلن شعبنا الوفاء لنهج المقاومة المشروعة ولنهج الممانعة السياسي ونهج القادة والرموز الرازقين في سجون النظام الخليفي الفاقد للشرعية. اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وآمن مطاردينا وامسح على جرحانا. تيار الوفاء الإسلامي عضو التحالف من أجل الجمهورية 26 سبتمبر 2013.